مع المسيح أكيد كل هالفترة نحن ودايما طبعا، ولكن بفترة عيد الميلاد بنكون عم نستقبل الطفل يسوع المخلص يلي تجسد لكل البشرية وموجود للكل واللي كل الناس بيحتفلوا فيه بطريقة أو بأخرى. بس كمان الشباب والصبايا الصغار بيحتفلوا أكثر وأكثر، ومارك رماز كل سنة الهيئة مصر أنه يكونوا الشباب والصبايا الصغار موجودين معه لحتى اللي يكونوا عم يحتفلوا بهالعيد. أهلا وسهلا فيك مارك. بونجور، مرسي. مارك صيدلي ولكن عنده موهبة موسيقية وبحب الموسيقى من هو وصغير، ومتابعة معه هالرسالة. وعلى العيد طبعا لازم يكون في محطة. صح، شو المحطة السنة معك؟ سو السنة رح يكون في شانتون نويل 2 من بعد نجاح شانتون نويل 1 بالكاتدرال نوتر دام دي دون بأدما برعاية وحضور المطران العنديري. السنة الماضية كانت أول اكسبيرينس لنا مع 40 ولد من أدما وعملنا كونسير كثير ناجح. سو السنة حبيت نرجع كمان بالسبورت تبع كاهن الرعية بشار بردكاش نرجع نعمل كونسير ثاني السنة، بس حبيت يكون في مساج من وراء هذا الكونسرت. المسج اللي حبيت انه يوصل السنه هو انه يكون في تشيلدرنز كانسر سنتر ضمن الكونسرت، يكونوا عم بيشاركوا مع اطفال أدما بالكونسرت. سو السنه كان عندنا دوبل 80 ولد من أدما تسجلوا بالكونسرت، وتواصلت مع اداره التشيلدرنز كانسر سنتر وكانوا كثير بوزيتيف. وراح يكون في عندنا اطفال من السنتر راح يجوا على أدما ب 23 ديسمبر على الساعه 7:30، راح يكونوا عم بيغنوا مع الاولاد بأدما، رح يكونوا عم بيغنوا اغاني للسلام مثل ايماجن مثل وي ار ذا وورلد. سو هيدا هو المساج اللي حبيت وصله السنه من خلال شانتون نويل 2. مارك، شو قصتك مع الموسيقى؟ قصتي طويله، قصه رفقه عمر. سو بلشت موسيقى من انا والمدرسه على 5 6 سنين، بلشت بيانو بعمر 5 6 سنين. وي بلشت، كنت جارسون دونور هيك بكلمتين. كنت جيت على البيت بعد العرس وكان عندي اورج صغير دغري دقيت تا 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 تا. سو اهلي اكتشفوا انا عندي الاوري ميوزيكال وبلشت برايفت ليسنز. بعدين فتت على الكونسرفاتوار، بعدين رحت على الابوتر كفيت اورك ميوزيك مودرن، وبس قطعت البيبرتي وركز صوتي بلشت فوكاليز. سو هول شو اخذك على الفارماسية كمان بنفس الوقت؟ انا كنت كثير حب، كنت محتار بين الميدسين والفارماسية. وبعدين ما بقول لك انه بمرحله كان في شوي ضياع انه بدي اروح على الفارماسيه او بدي، بس ما رحت على الموسيقى يعني البحته كفنان كهيك كبيور ميوزك. لا، فضلت انه يكون عندي كارير تبعي، وبلس بكل ايفنمون عم بعمله يكون له مساج، يكون في له مساج. وضليت الموسيقى مرافقتني، يعني حتى بالجامعه عملت نشيد للصيدله انا بالجامعه. والله يس. هيدا موضوع ثاني. رح نشوف صور، نشوف اجواء السنه الماضيه كمان بشانتون نويل 1. صح، يلي وين كان؟ كان بالكاتدرال نوتر دام دي دون أدما بالتياتر تبع الكاتدرال. نفس المكان. كمان كانوا الشباب والصبايا الصغار. كان في 40 ولد من أدما والسنة صاروا 80. وشو علاقتك مع الشباب والصبايا الصغار، مع هالأطفال يلي أكيد فرحة العيد ما بتكمل بلاهن، هو العيد أصلا لألهم؟ صراحة اللي بيقدر يتعاطى مع الولد بيقدر يتعاطى مع كل العالم، يعني الولد هو اكثر شخص بيقدر يعمل نيغوسياسيون، بيقدر ياخذ اللي بده اياه. سو اللي بيقدر يدير اولاد بيقدر يدير كل، يعني اكسبيرينس كثير حلوه انه يكون عم هو بيتفاوض معك مش انت بتتفاوض معه. صح. سو هيدا اكسبيرينس كانت كثير حلوه لإلي. سو انا عم اشوف الصور من السنه الماضيه. سو ات واز ا فيري جود اكسبيرينس فور مي، مثل ما برجع بقول لك، لانه وقت نوصل نهار الكونسرت من بعد تمرين شهرين ويقدروا يغنوا كل هالاغاني ويكونوا حافظين، يعني انا تفاجات فيهم انه حافظين ريبرتوار ساعه، اخر نهار بالريبيتيشن نسيت وزع الاوراق. سو وكنا محضرين بوكلتس انه يحملوهم بين ايديهم بركي ما حفظوا. سو رجعت لغيت البوكلتس قلت خلص ما زال حافظين خليهم يغنوا، وغنوا عن جد ستي فورميدابل يعني. سو هيدي كانت خبره كثير حلوه لإلي ولإلهم كمان. رح نتابع معك مارك ونشوف خبرة السنة كيف رح تكون أو كيف متوقعين أنه تكون وكيف حضرتوا لها بعد هالوقفة. مع المسيح عم يكون يعني كثير من الناس، كثير من الجمعيات، كثير من الاشخاص بمبادره فرديه عم يكونوا واقفين حد المحتاج، حد الموجوع، حد المريض. مش شفقه انما تعاطف كثير كبير ومسؤوليه لانه نكون موجودين حد خينا الانسان خاصه بهالفتره من السنه وطبعا على مدار السنه. مارك رماز موسيقي موجود معنا اليوم عم نحكي اكثر عن كونسير
راح يصير بكنيسة سيدة العطايا بأدما، والحلو أنه الرسالة يلي هي رسالة لكل الشباب والصبايا الصغار، أكثر شيء يلي عندهم مشكلة صحية وخاصة سرطان، لحتى بلكي هن كمان يوصلوا رسالة للآخرين قد ايه قادرين يكونوا قوية وقد ايه قادرين أنه يكونوا عم يغلبوا المرض. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة مارك. السنة فإذا شباب وصبايا تشيلدرن كانسر سنتر رح يكونوا معك. مزبوط. ليش وكيف؟ ورح نشوف بعد شوي صور بتفرجينا كيف اشتغلت أنت وياهم بالسنتر. يعني صراحة أول مساج حبيت وصله من خلال التشيلدرن كانسر سنتر هو التوعية، لأنه مرض السرطان عند الأطفال بعده كمان سوجي تابو مثل الكانسر ان جنرال، والناس ما بتعرف أنه نسبة الشفاء عند الأطفال تتخطى 80%. سو هيدا كان أول مساج هو التوعية. ثاني مساج اللي هو الأهم هو هؤلاء الأطفال يلي قطعوا بمرحلة صعبة بحياتهم قادرين يكونوا on stage عم بيغنوا مع كل الأطفال، وعم بيكونوا بون اكزامبل أو مثال أعلى بالقوة والثقة بالنفس بأصعب ظروفهم، ولا الكبير ولا الصغير. يعني أنا بعتبر هؤلاء الأشخاص وقت يفوتوا على الحياة رح يكونوا أقوى مني وأقوى من كتير عالم، وأنا تفاجأت فيهم وقت نزلت لعندهم مرنتهم. كان في أشخاص خلصوا علاج، أشخاص عم بيخلصوا علاج، نسبة القوة اللي عندهم إياها والوعي والذكاء كيف قادرين يلقطوا بسرعة. حفظنا غنيتين بأقل من ساعة. سو هالفرح يلي هن عايشينه رغم كل شيء، يعني بتستمد أنت بتاخذ قوة منهم. سو هذا كان شيء كتير كتير حلو لإلي أنه شوفه قدامي من هالأطفال. بعدين في التزام ومسؤولية، يعني أوقات يعني إيجابيات المرض وإن شاء الله ما حدا بيمرض، وبس مثل ما عم نقول نسبة الشفاء كتير كتير عالية. صح. فضروري أنه الأمل يكون موجود يعني. ولكن بيكبر كأنه بينضج، بيخلي يكون في مسؤولية والتزام وقوة، وهذا الشيء أكيد بمساعدة المركز بس بمساعدة الأهل كمان يلي كمان لازم يكونوا كتير قوية وبيكونوا كتير قوية لما أكيد بيكون ولدهم بخطر. صح. ما أو بوجع ما. وهون قدي أثرت في هالشباب والصبايا لحتى لي يحسوا أنه في حدا عم فكر فيهم. بدي أقول لك أنه كانت نسبة التجاوب كتير كتير عالية، يعني من الخمس سنين لـ 13-14 سنة كان في من كل الأعمار بدهم يتصوروا، بدهم يرجعوا يغنوا، بدهم يرجعوا يعيدوا الغنية، بيسألوا شو الإيفنت، شو ناطرنا. سو كان في نسبة تجاوب كتير عالية من هول الأطفال، وبرجع بقول لك الفرح يلي موجود بقلبهم لا يوصف. يعني نحن لازم نقول كتر خير الله على كل شيء، لأنه هول الأطفال عن جد هن بينقلوا الفرح لغيرهم. شو راح يكون البروجرام بالكونسير؟ ضمن راح يكون في ترانيم ميلاديه راح يقدوها كل اطفال قدما، وراح يكون في اخر شيء ايماجين وي ار ذا وورلد راح يقدوها الاطفال المركز مع اطفال قدما. خلينا هيك نفوت شوي بالاجواء بغنيه صغيره. يلا ايماجين. تفضل. اوكي. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us
And the world will live as one. Imagine no possessions. It's easy if you try. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one. Thank you. يكون لكن كونسير كثير حلو مع الشباب والصبايا صغار ب 23 الشهر. اي ساعه؟ الساعه 7:30 بكاتدرال نوتردام دي دون بادما. شكرا لك. انا بس بدي اعطي الاسامي بعد للرابحين معنا 10 ثانيين: رانيا انيس نصار، هند نعمه، فيكي سماحه، مجد هيثم بعصيري، زينه الانطار، مشلين خليل، كلارين الياس شعشع، يسرى المقداد، فاتن فيطروني، دارين مغربي، مابيل جورج ناكوزي. الايف جديد بكره 8:30. باي باي. I can feel my face when I